نقيب أصحاب المطاعم ومحل الحلويات عمر عواد، أهلا وسهلا بك. إذا ما هي استعداداتكم اليوم في ظل هذه القرارات التي أصدرتها الحكومة، وكيف سيتم استحداث خدمة توصيل الطعام إلى المنازل سيد عمر؟ الله يسعد مساكيك أستاذ المستمعين جميعا ستي، أهلا وسهلا. طبعا اللي يعني هلا حاليا بالنسبة للقرارات اللي طلعت الحكومة هذا الموجود، يعني خلينا نكون واقعيين المرة هذه، يختلف كل مرة. هلا في وباء في القرارات اللي حكتها الحكومة. أما بالنسبة لسؤالك اللي هو موضوع الدليفري، هلا طبعا شركات الدليفري بتعرف ست الكريمة إنه صارت ثقافة جديدة هاي في الأردن بشكل عام. هلا إحنا متأخر مو يتناول الطلب، بس هلا في جائحة وفي مشكلة، يعني أهون ما يصير حظر شامل وإغلاق شامل للقطاع. هذا طبعا بيمشي بعمان، بيمشي بالمحافظات الكبيرة اللي هو موضوع الدليفري، بحل مشكلة كبيرة وبيعوضهم جزء من خسارتهم. اما بالنسبه للقرى ما انت عارف يعني لا يمكن يكون في دليفري، وراح يكون يعني القطاع المحافظات الصغيره او بالقرى الصغيره راح يكون شبه معدوم مع القرارات هذه. بس حاليا اللي بنقدر نحكيه انه الدوله استجابت لكل مطالب النقابه اللي كنا طالبينها بالنسبه للدليفري، مشكورين عليه، وهذا الموجود يعني. وبالنهايه بلدنا، وبالنهايه الناس ناسنا، وبالنهايه يعني في وباء بدنا نتكيف هذا الحكي. نعم. طيب سيد عمر، يعني معظم الدراسات أشارت إلى أنه الوباء لا ينتشر عن طريق الطعام، يعني في داخل الطعام، ربما ينتشر عن طريق الجلوس على المائدة والمخالطة، ولذلك تكون الدليفري يعني هي وسيلة آمنة جدا في الحقيقة، ولم تسجل أي إصابات. وبالتالي يعني ما هي خططكم اليوم من أجل توصيل آمن، يعني من أجل النظافة، ويعني أخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات الضرورية من أجل توصيل الطعام الآمن إلى المواطنين؟ ستة، أول شيء لازم تكون السيارة معقمة، هذا غير قابل للنقاش هذا الحكي. الشغل الثاني لازم الشوفير اللي يودي الطلبية لزبونه لازم يكون معاه شهادة صحية، ويلابس كفوف ولابس كمامات، ولازم حسب ما أو في لجنة الأوبئة المرة الأولى بالمناسبة كانت موصية هذا الحكي، يعني فيش جديد، ما فيش تعليمات جديدة فيه، يعني زي البروتوكول اللي كان ماشي المرة الأولى من لجنة الأوبئة هون. لانه بالنهايه لما الزبون اللي بده يروح له اكل لبيته شو ذنبه؟ يعني المفروض انه نكون عاملين له حمايه، عرفتي؟ يعني البروتوكول اللي حكته لجنه الاوبئه هو اللي راح يمشي 100% بحذافيره. نعم، جيد. طيب سيد عمر، هل نسقتم مع الحكومه بخصوص التصاريح من اجل سواء التوصيل او عدد الاشخاص ايضا العاملين في المطاعم؟ يعني كم يبلغ عدد الاشخاص العاملين ومن يحتاجون الى تصاريح سيد عمر؟ والله ستي بيني وبينك هذا بكره راح يكون النقاش فيه، لانه هلا ما صرح فيه محل بالنسبه لعمان الكبرى المحافظه البلديات بالنسبه للمحافظات الاخرى. هلا المفروض يصير تنسيق ما بين المقاعد وما بين الشقات هذه مختلف، بكره ان شاء الله تعالى هذا الصبح راح نشتغل عليه. هلا المفروض تكون الساعه التشغيليه للفتره المسائيه مش كامله طبعا 100%، يعني المفروض مش راح يكون بالمناسبه راح يكون الطلبات اللي راح تكون ضخمه، لانه في ضعف بالحركه التجاريه بشكل عام والحركه الاقتصاديه عندنا في بلدنا. هلا المفروض انه ما يطلعش التصريح الا ضمن الناس المحددين له، ميزانيه محدده راح نتفق عليها بكره باذن الله تعالى، هذا كلياته راح نعلن عنه ان شاء الله بكره بعد ما نجتمع مع الشقات المعنيه بخصوص التصاريح اللازمه اللي لازم ياخذوها مستحقينها بس. نعم، ولكن يعني بشكل عام تمديد ساعات العمل يعني سينعكس ايجابا على قطاعكم سيدي. ستي انا والله بجوز بتعرف طلعت معكي قبل هالمره كثير، صدقا انه راح ينعكس ايجابي صحيح، عرفتي؟ انا دائما بكون بجوز لقائي بكون دائما مختلف عن كل مره، بس صدقا راح يكون اكيد قلت عن نتامل انه يوفي بالغرض ويعوض خسارتهم السابقه، لانه بيني وبينك زي ما بتعرفي ستي الكريمه انه القطاع منكوب بشكل عام، يعني الامانه ما قدمت لنا شيء، البنك المركزي ما قدم شيء، فيش تسهيلات من الكهرباء من الضمان من لاخرته. نتامل باذن الله تعالى يرجع يتعافى هذا القطاع، وان شاء الله ما يحتاج حدا يعني كقطاع، ان شاء الله تعالى بيرجعوا يتعافوا ويرجعوا يقفوا على اجريهم، بيرجع الشغل تمشي، وان شاء الله تمشي الساعه 12 طبعا اذا بدك الدوله ولا ايجابي. يعني حربنا صدقا والحكومه يعني مشكوره انها تجاوبت على كل طلبات النقابه اللي طلبناها بهذا الخصوص. نتامل ان شاء الله يعوضهم خسارتهم.
طيب للتوضيح يعني نريد أن نوضح للمواطن، صلاة المطاعم ستبقى فاتحة حتى الساعة 6، هذا ما فهمته، وخدمة توصيل المنازل تبدأ بعد 6. 100% ستي سؤالك واضح وجاوبتي عليه. بس 6 المساء عرفتي بالضبط، صلاة المطاعم فاتحة اللي ما بتقدرش مشروع طبعا للساعة 6 المساء، بعد الساعة 6 بده تغلق الصالة ويفتح دليفري بس. طب هل هذا يستدعي المزيد من العمال سيد عمر؟ يعني أصبح هناك شفتان يعني للعمل. لا ستي بالعكس راح يكون نسبة الشغل أخف مش أكثر. أخف؟ آه طبعا راح يكون أخف كثير. يعني أنا بتوقع أنه راح يكون نسبة التشغيل مش أكثر من 50% ستي الكريم. حتى يعني مع يعني مع فتح الصالات نهارا وخدمة الدليفري ليلا؟ ستي شوفي هلا المطاعم بشكل عام تشتغل المسائية 90% منها بتشتغل على الفترة المسائية، هلا في مطاعم بتشتغل دليفري ما فيش عندها صالات نهائيا، والجزء اللي في صالة حاليا بيشتغل صالة هذا ما عندوش دليفري، يعني راح تكون الشغلة مش طبعا هو كقرار حكومي لي هلا 20,000 مطعم لا يمكن نرضيهم، في ناس بقول لك كويس في ناس بقول لك شو عملتوا لنا، في ناس بقول لك يا وفي، في ناس بقول لك لا وفي، طبعا اخذنا الممكن اللي ممكن يكون منطقي او يرضي زملائنا بالقطاع. طيب سيد عمر يعني يحق لجميع المطاعم يعني أن تستحدث هذه الخدمة أم سيتم انتقاء بعض المطاعم يعني حسب نوعها أم ماذا؟ يعني لو تضعنا فقط في الصورة من أجل أن نعلم المواطن. مطعم بيقدر يقدم أي مطعم حتى يعني سندويشات مطاعم يعني قهوة ما قهوة. نعم لا طبعا كيف ستي قهوة أتوقع أنه راح يكون في إغلاق شامل أو حلويات يعني مثلا القهوة الحلويات طبعا ستي هو جزء من المطاعم هي نقاط المطاعم والحلويات مش نعم مش مطاعم بدون حلويات جميع المطاعم يعني هلا إذا تتخيل بربطها الدولة اللي هو الساعة 6 المساء بضل فاتح أي نوع أكل يعني اللي هو مطعم أو حلويات طبعا مش موت واحد بده كنافة بده حلو بده كذا طالما بده يطلع له دليفري حسب ما فرضته الدولة شروط الصحية وإلى آخرته عادي جدا طبيعي. جيد شكرا لك عمر عواد نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات.